مساء الخير جميعا الأعزاء. قبل أن نبدأ ندوتنا لهذه الليلة أطلب منكم فضلا لا أمرا أن تضعوا هواتفكم على الصامت. ندوتنا لهذه الليلة بعنوان الطائفية في العالم العربي. يقدم فيها ضيفينا الكرام لهذه الليلة الأستاذ دكتور جاسم حسين والدكتور والأستاذ عبد النبي العكري. الورقة الأولى بتكون من تقديم دكتور جاسم حسين وهي قراءة في ورقة دكتور توفيق سيف الذي قدمت في منتدى عبد الرحمن النعيمي الفكري الذي أقيم في بيروت قبل أيام. أستاذ دكتور جاسم إذا تتفضل عندك 20 دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. ورقة طبعا يبدأ الدكتور سيف بتقديم التحية للراحل المناضل عبد الرحمن النعيمي ثم يتكلم في موضوع الجذور التاريخية للإشكال الطائفي في المنطقة. تصوره أن السبب الرئيسي هو انعدام الإجماع الوطني. إذا ما في إجماع وطني هذا يؤدي إلى الطائفية. الآن هذا يقول أوقات الإجماع هذا ناس يعرفونه عن طريق قد يكون شيء طائفي أو قد يكون قبلي، بس يبقى هو انعدام الإجماع الوطني. أنا بجيب بعض التفاصيل. هو يعتقد بأن المجتمع العربي اليوم يعاني من هاي العلة، وهي علة عدم وجود إجماع وطني على طريقة الحكم وطريقة الإدارة وما إلى ذلك. ويعتقد الحل يكمن في يعني يكون في شراكة فعلية بين المواطنين، شراكة في صنع الخيارات والقرارات، يكون في سيادة للقانون، وأيضا أخيرا يكون في نظام ديمقراطي في البلد. فيعتقد فيشوف كذي، يكون في شراكة فعلية في صناعة الخيارات والقرارات، دولة القانون والنظام الديمقراطي. طيب الآن يجيب مثلا يقول هني يقول مثلا أن غياب الإجماع الوطني يمكن فهمه في القضية الليبية حاليا. ليبيا ما كانت تعاني من مشكلة طائفية، بس كان في هناك مشكلة في الإجماع الوطني في طريقة إدارة الحكم. فلما برزت المشكلة فشاف البلد الآن انقسم ما بين الشرق والغرب وطرابلس وبني غازي فيقول الموضوع يعني قد ياخذ لأبعاد. يشوف مثلا في العراق الأكراد عندهم نية للتحول إلى بلد مستقل، أنا شافوا بأنهم كأنهم ليسوا جزء من المجتمع، ثقافة أخرى، ينظرون لهم نظرة أخرى، وبالتالي يعني انتهى لهم الأمر أنهم عندهم رغبة في ذلك. انفصال جنوب السودان عن السودان مع أنهم سودانيين ونفس الكلام نفس المنطق نفس الثقافة، بس كان في طريقة إدارة البلد وحسوا أن هناك ما في إجماع في جهة مسيطرة على القرار، أن والله الخرطوم مسيطرة على القرار على حساب مناطق أخرى في البلاد الشاسعة، بالتالي أدى إلى لما ظهرت الفرصة انفصلوا. فيعتقد وجيب كذي أن انعدام الإجماع أن في طرف يحس أنه هو مظلوم، في طرف يحس أنه ليس من المجتمع. طيب نجيب أمثلة واجد. فيقول هو مثلا فالموضوع ليس فقط هو النزاع السني والشيعي، لما ننظر إلى الطائفية هذا جانب منه، قد يكون هو نزاع قبلي نزاع مناطقي. فيأخذ لأبعاد. البارز هو الجانب المذهبي السني والشيعي، بس هذا فقط جانب واحد وليس كل الجوانب، لأن مو كل هالبلدان تعاني من مشاكل طائفية في السودان مثلا أو في ليبيا أو بس في عندهم مشاكل أخرى، القبيلة والمنطقة والتوزيع غير العادل للثروة. نجيب بعض الأمثلة الآن. يقول مثلا في الاتحاد السوفيتي سابقا لما ظهرت الفرصة لاحظنا مثلا أن في الاتحاد تفكك بدول أوروبا الشرقية، يعني كان تصور الكاتب أن هني ما كان في انعدام، ما كان في إجماع وطني، في جهة كانت مسيطرة على القرار، برزت الفرصة انفصلوا عن البلاد وذلك. فيجيب يعني هذا التصور اللي عنده، ويجيب أمثلة كثيرة في هالمجال. فهذا جانب. يقول مثلا في المقابل
تشوف دول مثلا دولة مثل الهند، الهند فيها تنوع ثقافي، وهي ثاني أكثر دولة فيها السكان بعد الصين، يعني ثقافات وديانات، غير الهندوس في المسلمين والسيخ، لكن اللي جمعهم هو النظام الديمقراطي، أن ترى في دولة القانون وفي بلد يحكم الديمقراطية تحكم البلد. وقدروا إلى حد كبير في التعايش فيما بينهم، وقد يكون رئيس من الهندوس، قد يكون رئيس مسلم، وصار رئيس وزراء من السيخ. فهو تصور سيدي. ويشوف أيضا يشوف أمريكا مثلا، أمريكا هاجروا فيها ناس من كل أنحاء العالم، ثقافات أخرى، وفي نهاية المطاف اللي جمعهم هو جمعوا دولة القانون، أن الإجماع الوطني أن الكل متساوي أمام القانون. وهذا كان والله كان من أصول بريطانية أو ألمانية أو ما ذلك، هذا موضوع جانبي. فأوصل الحال مثلا أن الشخص مثل أوباما يصير رئيس أمريكا، الآن مثلا ترامب من أصول ألمانية بيصير رئيس أمريكا. فيشوف الموضوع هو أن في طريقة إدارة البلد، يعني هذا التميز، هذا جانب. تصور أن الوحدة الثقافية والاجتماعية ليست ضرورية، يعني ليست شرطا للاستقرار السياسي، مو لازم يكون البلد متحد ثقافيا واجتماعيا عشان يكون، لازم يكون في هناك في فهم مشترك في طريقة إدارة البلد، ولا فقط إذا كانوا نمط واحد مو معناه يكون في عدالة. يعني مثلا الآن في دول فيها نوع من وحدة الثقافة، مثلا اليابان كان في وحدة ثقافة، اليابانيين كانوا لفترة ما مو منفتحين على العالم، بس اليابان ظلت سنين ما كانت دولة ديمقراطية يعني إلى ما نهاية الحرب العالمية. فتصور بأن الوحدة الثقافية والاجتماعية ليست ضرورية، بل المطلوب هو بيكون هناك في فهم مشترك لطريقة إدارة البلد، بيكون ثقافات مختلفة، وذلك أمريكا وبريطانيا والهند. يشير أيضا في جميل، يشير الكاتب يشير لدراسة لمركز الخليج لدراسات التنمية، دراسة تقول بأن الانقسام الطائفي يعني مشكلة كبيرة موجودة في دول مجلس التعاون والعالم العربي. تصور سو دراستك توصلوا لهذا الحال، في هناك انقسام طائفي. طبعا الانقسام الطائفي يأخذ بعد ديني أو قبلي أو مناطقي أو ما لذلك. هذا جانب. وأيضا يعتقد بأنه من الخطأ تصور أن حادث واحد قد يكون هو السبب الجوهري في ظهور المعضلة في البلد. يعني فيقول مثلا من الخطأ نقول والله أن الاجتياح الأمريكي للعراق هو سبب كل مشاكل العراق، طبعا ساهم، لكن كانت هناك في بذور، كان البلد مو متحد، كان ما كان في اندماج، جاء الاجتياح فانعكس بعدين الوضع. يعني أو تقول والله أن كل المشقضايا في سوريا سببها مثلا فقط حادث واحد، فقول لا، الموضوع أكبر من هذا، الحادث يساهم بس الأرضية كانت موجودة، الأرضية كان هناك في تصور عن عدم وجود في عدالة في المجتمع، جهة مسيطرة على صنع القرار. هذا شيء. يجيب بعدين يعني بعض الأمثلة يعني في هالمجال، بذكر بعض الأمثلة، ويقول مثلا في تصور خاطئ في التاريخ عنه بأن والله الجهة اللي تسيطر على الحكم تعتبر كل شيء غنيمة إليها. مثلا فيقول مثلا في التاريخ نقول والله دولة بني أمية، يعني أمية كان كل شيء في السمنه، أو دولة بني العباس، أن الدولة انشهرت بمجموعة وليس هم جزء من المجتمع، ليس كل المجتمع، فنعتبر أن كل شيء فقط يعني هذا شيء. نعم هذا جانب. بعدين يقول لها سمنه، بجيب بعض الأمثلة الجميلة هني. يقول خلنا أجيب لك بعض الأشياء. استشهد ب يقول مثلا في اوقات من السهل مثلا ان والله نرمي الامور على جهه خارجيه، يقول والله مثلا والله ان والله مشاكلنا سببها الامريكان او الارث البريطاني، يقول هذا في تهرب، يعني تهرب والله هناك طبعا الاشياء ساهمت، لكن اكيد ابعد من ذلك، وفي دول ما تاثرت، في دول تاثر كان في تعرضوا للغزو الخارجي والامور، لكن حافظوا على امورهم يعني والبلد. يعني فيقول من الخطأ أن رمي الأمور على الخارج قد يساهم بس مؤكدا وليس المسؤول الوحيد عن كل هالمشاكل يعني اللي تظهر في أي دولة. وإلا في ليش دول مثلا قدرت تنجح ودول أخرى لم تنجح.
أنا بجيب شيء هني جميل عنده نقطة حلوة يجيبها ويقول مثلاً في بعض الدول العربية هناك في تصور ما يسميه هو بالنموذج الزبائنية أو بالإنجليزي client pattern، أن الدولة مجموعة صغيرة تسيطر على الدولة أو النخبة مثلاً ويعطون بعض الأشياء للناس ولقوا راح ترى زينين ترى قاعد نعطيكم أشياء أراضي إسكان أمور يعني ينظرون إلى 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 الناس كأنهم يعني ليسوا شركاء في صنع القرار بل يعني جزءهم رعية وعليهم يكون راضين ترى الدولة قاعد تعطيهم أشياء في أمور في مزايا في وظائف بالتالي يكون يعني راضين بل ليسوا شركاء وهالنقطة المثيرة هني جيبها لازم يكون شريك في صنع الخيار والقرار حتى لو كان الظرف الاقتصادي مريح يعني في دول قد يكون الوضع الاقتصادي فيها مريح في ناس تحصل وظائف زينة رواتب بس هذا لا يعني الأمور على ما يرام إذا ما في يعني شراكة في صنع الخيارات سياسات الدولة مثلاً سياسات سياسة الخارجية استخدام الثروة السيادية يعني شخص واحد اتخذ قرار يعطي والله مثلاً 5 مليار إلى دولة صش في فلوس أو شراء مثلاً شركة شركة مثلاً في الخارج فقط لأن هاي سمعة للدولة بس يقول وين كان الشراكة في صنع القرار المجتمع المدني الصحافة كل الأمور تلعب دور كنت أحكي على أشياء بعضاً في الأسئلة بيعجبني في شيء هني يتكلم عن يعني كيفية التعامل مع الأزمات فيقول مثلاً يجيب يرجع للهند يقول في سنة 84 أندرا غاندي قتلت في الهند القاتل كان حارس شخصي إلى أندرا غاندي وكان السبب تصور بأن أندرا غاندي هي من يعني يعني أمرت بالهجوم على معبد السيخ معبد ذهبي في أمرستار وصارت المذبحة في المشكلة هنا بس طبعا هو يعتقد بأن رد الفعل كان جيد في الهند يعني ما صار الآن الهندوس اعتبروا أن كل السيخ أعداء إنه والله هم خطوا رئيس الوزراء رئيس وزراء مشهورة جدا بل اعتبروا هذا التحدي لمعالجة الأزمة الطائفية طبعا قلنا هني السيخ وهندوس وسيخ ولحد كبير نجحوا إلى 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 يعني إلى درجة بأن شخص مثل منهومان سينغ أصبح رئيس للحكومة وهو سيخ من السيخ أصبح رئيس للحكومة يعني وين وصل الحال ان الشخص من السيخ كان صار في اعتداء على المعهد على المعبد الذهبي الى ان الشخص من السيخ يصير هو رئيس الحكومه في البلد وايضا مع ان السيخ يمثلون فقط 2% من الـ من الـ من يعني من تعداد السكان في الهند او شخص من يعني مسلم مثلا من المسلمين يصير هو رئيس الجمهوريه المسلمين نسبتهم في الهند 16% وصار الرئيس المسلم أبو بكر عبد الكلام رئيس للجمهورية وتوفى أنا أتذكر كنت في الهند لما توفى عبد الكلام وكانت صورة في الهند في نيودلهي فسألت بعض الأصدقاء يعني ليش هالاحتفاء يعني قالوا لا هذا كان رئيس الجمهورية مسلم هذا موضوع سمونه لكن رئيس رئيس للبلد وإلى احترامه وكل صور محل الرئيس عبد الكلام الرئيس عبد الكلام أيضا أتذكر سألت أحد الزملاء في جامعة في جامعة جواهرلال نهرو في الهند قلت له الآن أنتم مشكلتكم مع السيخ هل قضيتوا على المشكلة؟ قال لا إحنا بدأنا عملية المصالحة ما قضينا على المشكلة بالكامل لازال في هناك مشاكل مع في بعض المناطق لكن إلى حد كبير تجاوزنا وقلنا الآن إحنا مجتمع واحد اللي جمعنا هو القانون إحنا دولة القانون الديمقراطية فقال إحنا بدأنا بدل ما ندش في حرب أهلية قلنا لا هذا التحدي لمعالجة أسباب الأزمة مع السيخ والآن السيخ جزء من المجتمع موجودين ومثل غيره بس عجبني كلامه عملية بدء المصالحة وليس بضرورة القضاء على المصالحة بالكامل على التحدي وقال احنا بدأنا وقطعنا أشواط طويلة ولا زال طبعا بحاجة إلى شيء فيجيب هذه النقطة جوهرية طبعا هو يعتقد بان الكاتب يعتقد ان يعني ان المطلوب يعني هو ما يسميه هو الانتجريشن بالانجليزي او الاندماج او التشابك السياسي لازم يكون هناك في يكون في الكل له دور والكل يساهم وبالتالي هذا ممكن البلد يتقدم مثل ما قلنا هو ضد فكره ان
أن الدولة الزبائنية أن تعتبر أن هذا زبون فقط وتعطيه أبا وتعطيه أرض تعطيه خلاص وبعد ما إلى أي دور ما حق له أي دور أي سؤال أي شيء مع أن البلد قد يتورط يعني في سياسات أبا أبا أجيب بعض الأشياء بسريعة هني أبا فهو موضوع سيادة القانون أن لازم يكون في قانون في البلد الكل متساوي أمام القانون أبا أبا ويقول مثلا لا يمكن ولازم الكل يعتقد انه هو جزء من الدوله يعني يقول ما تقدر تخلي والله الشرطي في كل طريق ترى في شرطه موجودين الكل لازم ينتبه لا لازم الواحد يحس انه هو جزء من الدوله ان الدوله تحميه واذا شاف في خطا لازم هو يشارك من دون ما الدوله تقول له اذا شاف له والله واحد مجرم او شيء لا هو يساهم يقول لك هاي بلدي وانا جزء وادفع ضرائب وابو مساهم ف وبالتالي يقول ممكن البلد يتقدم وتصور طبعا ان الديمقراطيه هي الوسيله الفعليه انه يكون في كان هناك في شراكه عبر الانتخابات ومثلا الاشخاص يتغيرون والدوله تكون مسؤوله يعني بغض النظر عن الحزب اللي وصل انا اتذكر مره المرات كنا في ندوه في بريطانيا فسالت بريطاني رحت تصوت قال والله ما رحت اشارك في التصويت قلت له ليش قال ما راح الموضوع ما راح يفرق معي بغض النظر العمال وصلوا أو المحافظين أنا علي أدفع ضرائب وبدفع الضرائب سواء والدولة راح تمشي السياسات عادة تتغير بس البلد ما راح يتغير نمط الحكم ما راح يتغير هو نمط ديمقراطي لذلك أنا بالنسبة لي الموضوع هو نفسه فتصور سيدي قالك أنا راح تصوت صوت واحد لكن أنا أدري بأن النظام ما راح يتغير بعض السياسات تتغير سياسة المالية سياسة الخارجية بس مو طريقة إدارة البلد يبقى بلد ديمقراطي أمام طبعا في في كلام قبل ما أنتهي في كلام مشهور حق تشرشل رئيس وزراء بريطاني أيام الحرب العالمية يعني الثانية وغريب المجتمع البريطاني بعد الحرب العالمية ما صوتوا حق تشرشل اعتبروه هو كان زين حق أيام الحرب بس مو حق أيام السلم يعني السلم بغي واحد ثاني تشرشل له مقولة ويقول فيها بأن الديمقراطية ليست أفضل نظام للحكم السياسي الديمقراطية فيها أخطاء واجد لكن كل الأنظمة السياسية الأخرى أسوأ من الديمقراطية يقول ليست النظام المثالي وعالتوجيب طبعا نحن نشوف بعض الأدلة قد يكون مثلا بالمال شخص يوصل إلى رئاسة الحكم مثلا الديمقراطية تجيب لك أوقات أشخاص قد ما يستحقون يعني أمريكا انتخبت جورج دبليو بوش أو جورج 43 رئيس ودش في حروب وورطهم في أشياء الآن عن طريق المال انتخبوا ترامب لكن هي ديمقراطية يقول الأنظمة الأخرى يعني كلها أسوأ من الديمقراطية وأخيرا ليس آخرا أنا زلت أتذكر كلام حق سفير أمريكي سابق قال لي مرة أن الديمقراطية تعني أن الخاسر يعتقد أن لديه فرصة للفوز إذا الخاسر اعتقد أنه ما راح يفوز بالتالي ما يكون في ديمقراطية فإذا الخاسر اعتقد بأن أوكي أنا حين خسرت المرة بس بيجي انتخابات جديدة إذا لا ما في انتخابات أو ما راح يفوز يقول بالتالي هذا طبعا في أشياء واجد إن شاء الله ممكن عن طريق المداخلات وشكرا جزيلا شكرا للدكتور جاسم حسين على هذه الورقة القيمة وعلى الالتزام الشديد بالوقت يعني باقي لك دقيقة دكتور عدنا ثاني ورقة لهذه الليلة هي ورقة أستاذ عبد النبي العكري بعنوان تاريخ الاستبداد وصعود الحالة الطائفية أستاذ عبد النبي عندك 20 دقيقة أخرى تبدأ من الآن تفضل مساء الخير جميعا طبعا من الصعب أنه يلخص واحد أو يعرض وقائع ندوة أو منتدى استمر من الساعة 9 إلى الساعة 2 وقدمت في 4 أوراق يعني كان في هناك 4 محاور وفيها 4 أوراق وورقة تعقيب يعني هناك في 8 أوراق زائد النقاش الذي تم المحاور اللي عرض لها المنتدى وكان احتراب الطائفية مستقبل الدولة الوطنية في العالم العربي هو الجذور التاريخية للطائفية في الوطن العربي اللي عاد ورقتها الدكتور توفيق السيف وقرأها الدكتور جاسم حسين وعقب عليها فادي أبا علام
الثانية هي دولة الطائفة في التاريخ العربي، ورئيس الجلسة كان خالد السفياني، وقدم الورقة عصام السعدي وتعقيب وليد نوهب. والجلسة الثالثة أو الورق المحور الثالث وهو الاستبداد وصعود الحالة الطائفية، ورئيس الجلسة إبراهيم كمال الدين، والإعداد الدكتور عبد الحسين شعبان، وأنا عقبت عليها. والمحور الرابع اللي هو مستقبل الدولة الوطنية، ورئيس الجلسة الأستاذ راضي الموسوي، من إعداد الدكتور خالد غزال، وتعقيب محمد السواد. طبعا في كل واحدة كان هناك في نقاشات. الآن ممكن يصير في طاولة مستديرة مستقبلا لمناقشة هذا الموضوع، ولكن ما أريد أن أقول بأنه الشيء اللي أنا يتعلق فيه هو ورقة الدكتور عبد الحسين شعبان، واللي هي كانت حول هل هناك ضرورة لاتفاقية وستفاليا جديدة. للعلم وستفاليا هي معاهدة أبرمتها عديد من الدول الأوروبية لإنهاء الحرب الطائفية اللي اندلعت بعد الانشقاقات في الكنيسة الكاثوليكية، بروتستانت، اللوثريين، بريسبيتيريانز، أنجليكانز إلى آخر ذه، استمرت من 1618 إلى 1648 30 عام، وجاءت ويستفاليا لتنهي توقف على الأقل جزء أكبر من هالحروب، وإن لم تنهي كافة الحروب، ولتتبلور إلى حد ما فصل ما بين السلطة يعني كانت الفاتيكان يهيمن على معظم أوروبا، صار في دول وطنية ولها مذاهبها التي تبنتها، يعني مثلا أسبانيا كاثوليكية، بريطانيا أنجليكانية، لكن هذا بشكل تبسيط معنا. ثم يسوق أنه هناك في احتمالين، إما أنه بالنسبة للوضع الحالي اللي هو كلنا نعرفه بأن هناك في درجات يعني صراع لا سابق له في التاريخ العربي، بمعنى أنه يتباين أو من حروب أهلية عنيفة جدا إلى توترات طائفية وما بينهم طيب هو يطرح احتمالين، احتمال أن تتوصل أن تكون هناك في صفقة مثل صفقة وستفاليا ما بين القوى الدولية والإقليمية والمحلية، ويتوصل إلى حل ينهي هذه الحروب الأهلية اللي ماشية، أو لا تستمر الوضع وممكن تتوسع هذه الحروب وتتدهور. وطبعا ركز على النموذج لهذا الصراع في داعش في سوريا بالتحديد، هذا يمكن موضوع آخر. أنا بالنسبة لي طبعا أعتقد أن الموضوع أكثر تعقيد، أتناوله من ناحيتين. أنا عدت ورقة جديدة تقريبا، الورق هي أولا عنوان المحور اللي مفروض فيه هو الاستبداد وصعود الحالة الطائفية، بمعنى ضرورة الاستبداد، كيف أصبح كيف تشكل الاستبداد عندنا في المنطقة العربية، وما هو صلته بالتطرف والدعوة التكفيرية. في اعتقادي أن التاريخ العربي، أو أنا لا أتكلم عن العقائد العقيدة الإسلامية أو عقائد المذاهب أو غيرها، أنا أتكلم عن صيرورة التاريخ والثقافة كما جرت على الأرض، وليس كما تعتقده البشر أو غيرهم. أعتقد أن التاريخ الإسلامي بدأ من السقيفة، سقيفة بني ساعدة بالخلافات السياسية، وباعتقادي أيضا أنه باستثناء فترات بسيطة في التاريخ العربي الإسلامي، لأن الطابع الإسلامي هو الطابع العربي الأساسي، واللي هي الخلافة الراشدة، الخلافة النبوية والخلافة الراشدة، وأيضا حتى هذه شابتها صراعات لكنها لم تكن مستبدة في رأيي، وفترة حكم الخليفة عمر بن عبد العزيز القصير الأجل، وجوانب من التسامح، وليس في النظام السياسي، في بعض العهود العربية مثل العهد الذهبي للحكم العباسي في يعني في البلاد العربية، والحكم الأموي في الأندلس. فالطابع العام حيث كان هناك في نوع من الشورى، يعني في هذه أنا قصدي في الخلافة الراشدة والخلافة النبوية وعمر بن عبد العزيز، فإن الحكم الإسلامي في ظل الخلافات المتعاقبة وكلنا يمكن كان بشكل عام استبدادي، والدعوات يعني الدعوات الإسلامية أو مع ظهور المذاهب والدعوات الإسلامية هو نفي الآخر،
أو هو إزاحة الآخر. فنحن مثلا ونرى أن التاريخ الإسلامي العربي هو تاريخ من الصراعات المستمرة. يعني لا أعتقد أنه السلم الأهلي أو السلم الأمة أو في ذاك الوقت كان مستتب إلا لفترات قصيرة جدا وازدهار في فترة قصيرة. أما الطابع لأن بلاء يعني من الخلافة بداية الخلافة الأموية الحكم العضوي الوراثي اللي ليس قائم على الشورى الخليفة والرعية هذه الثنائية اللي موجودة الخلافة الأموية وزيه انتهت استغرقت 150 عام الخلافة الأموية وأزيحت بالقوة بالمذابح وكلكم تعرفون يعني كيف أزيحت. جاءت الخلافة العباسية واللي استمرت أعتقد في حدود يمكن 550 سنة إلى أن انهارت. وأيضا كان طابعها هو طابع الاستبدادي وخير ما يجسد طابع الاستحواذ على السلطة والثروة هو أن الخليفة هارون الرشيد نظر إلى غيمة قال أينما تذهبين يأتيني خراجك. والجانب القمعي حجاج بن يوسف الثقفي إني أرى يؤوسا قد أينعت وحان قطافها هكذا يتم التعامل. وكلنا نتذكر المذابح. فإذا تتابعت الخلافات طبعا أريد أن أنوه بشيء بأن الأمة العربية اليوم اللي ننظر لها فيما عدا حكم الدولة الأموية والعباسية لم تكن تمتلك دولة واحدة. بعدين بدأت تتفرع يعني تتشكل خلافات تسود في هذا الطرف أو غيره. فساد مثلا الفاطميين سادوا المغرب العربي ولا مصر وبعدين أيضا الأغالبة صاروا في صراع ثم انحسرت. من مصر جاءت موجة الأخرى الأيوبيين ثم الحمدانيين وتشكل المتوكلين. يعني بعد هذه الدولة الإسلامية اللي تبسط نفوذها على الجزء على كل البلدان العربية وأجزاء من البلدان الإسلامية بدأت تتشكل دول إسلامية فرعية إلى أن جاءوا العثمانيين طبعا واحتلوها. وهذه الدول الفرعية في غالب الأحيان كانت تتبنى مذهب على حساب المذاهب الأخرى. يعني الفاطميين مثلا كانوا متبنين بالإسماعيلية إجت الأيوبية وألغت هذا الشيء وطرحت التسنن. وممكن نسوق أمثلة على الحمدانيين ونسوق المتوكلين إلى أن جاءت الدولة العثمانية وإلى حد ما احتلت أو سيطرت ما عدا قلب الجزيرة العربية سيطرت على البلاد العربية كلها. وعادت وتقسيمها ليس هو التقسيم اليوم الحالي. يعني كان العثمانيين عندهم نظرية أو أسلوب الحكم الأفقي تقسيم المناطق أفقيا. يعني الموصل مع حلب دمشق مع ثلان مع يعني بهذه الطريقة حمص مع طرابلس. لم تكن هذه الأقاليم لكن طبعا هم تعايشوا مع بعض الحكم المحلي مثلا حكم البايات في تونس حكم في الجزائر أيضا بايات يعني حاكم محلي لكن تحت الهيمنة العثمانية. هذه في المغرب العربي. وفي مصر دولة محمد علي باشا التي حاولت تتحدى العثمانيين ولكن في الأخير إلى حد ما تعايشت معهم إلى أن جاء تدخل الأجنبي. فإذا نحن نتكلم أنه تاريخ العربي أيضا ليس فقط احتراب وإنما احتراب عقائدي احتراب عقائدي نفي الآخر. ولذلك هناك في 16 مذهب ومن طبيعي ان احنا نقول ممكن يتعايش لكن لم يكن متعايش مثل ما قلنا تبني الدولة الى مذهب معين وفرضه بالقوة احيانا هذا الذي خلق هذه وحتى المعتزلة الذي هم يعتبرون عقلانيين في ظل المأمون نفوا الأشاعرة اضطهدوا الأشاعرة. هذا نأتي الى هذا الدولة الإسلامية. الآن الدولة الوطنية متى تبلورت الدولة الوطنية؟ طبعا ما نقول احنا الدول العربية كلها بذات المستوى من 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 التطور لكن الدولة الوطنية هي شيء مفهوم جديد ايضا لان كان الغالب هي الأمة الإسلامية وليست الأمة العربية وليست الدولة ما عدا بعض الكيانات اللي فيها ملامح الدولة وفيها ملامح الوطنية او الشخصية الوطنية. مصر مثلا من محمد علي باشا على الاقل عمل على تثبيت هذه الشخصية الدولة الوطنية. تونس في حكم البايات الجزائر والمغرب في اعتقادي الباقي ما كان هناك فيه دولة وطنية. طبعا الدول العربية خضعت
إما الاستعمار مع قلب الجزيرة العربية أو الحماية إلى آخره. فالفرصة التاريخية خلينا نسميها دعوات النهضة العربية ل يعني دعوة لقومية عربية، دعوة إلى دولة وطنية، بدأت مع الرواد الإصلاحيين اللي هو الكواكبي والأفغاني ومحمد عبده إلى آخر ذلك في البداية في القرن 19، وانطلقت من اسطنبول للعلم رابطة يعني هذه العصب العربية القومية ليتداخل مهمتين مع بعض أو عدة مهام تتداخل: مهمة الهوية القومية والهوية الوطنية. وما هو المكون؟ فيها أبعاد عادي اللي طرحها كإسلامية مثل الكواكب، اللي طرحها مدنية، واللي طرح يعني عدة دعوات كانت، وإلى أن نجي إلى بسرع الخطى معناتها إلى مرحلة تصفية الاستعمار، وساسك بيكو اللي رسم خارطة العالم العربي كما هو الدول العربية. ولكن نحن دائما يعني لكن ساسك بيكو لم يعني صحيح ورسم خطوط، لكن هي ليست خطوط في فراغ، كانت هناك في تشكيلات قائمة، مثلا سوريا الكبرى، مصر ككيان، مصر والسودان كانوا كيان واحد، المغرب، وهو صح قسم هذه الكيانات لكنه ما اخترع أحد 100%، وجرى تثبيت هذه الحدود، وأعطيت الاستقلالات إلى هذه الدول، معظمها طبعا حسب مراحل متفاوتة، مو كلها في ضربة واحدة. آخر منطقة استقلت هي دول الخليج في 1700، ولكن في اعتقادي الفرصة الكبرى للعرب هو مع الاستقلالات، كان لابد أن تكون هناك في عقلانية في طرح الدولة الوطنية الجامعة، وممكن بعدها لاحقا على طريقة أوروبا أن يبنى اتحادات فرعية أو اتحادات جامعة تدريجية كما عملوا في أوروبا. الذي حدث هو فشل الدولة الوطنية في تشكيل هوية وطنية جامعة وأن تكون لها بعد قومي، وهذا لعدة أسباب التي استلمت الحكم: عدم الوعي التاريخي، عدم وجود قوة يعني ما يسمى الكتلة التاريخية، والطامة الكبرى جاءت مع الفشل الذريع، الفشل خلنا نقول، ولكن مو كلها سوداوية يعني، كانت هناك في برلمانات إلى حد ما كان فيها حريات وفي أحزاب، مثل العراق كان في أحزاب، سوريا كان فيها أحزاب، طبعا الأردن، قصدي مش الأردن، لبنان، مصر، حد تقول أحزاب القصر أو غير ذلك، مثلا الوفد كان موجود، تونس إلى حد ما كان في هذا الشيء، أما الجزائر فبسبب فرنستها يعني شوهت التركيبة، لكن المغرب كان موجودة هذه الأحزاب. وإحدى حسنات المغرب أنه الملك محمد الخامس في دستور المغرب نص على عدم انفراد حزب بالسلطة، وهذا اليوم متبعينه، هذا يجيب مثلا أحزاب قصر إلى آخر ذلك أو المخزن، هذا شيء آخر. هذا فشل ذريع. الفشل الآخر هو هزيمة فلسطين، واضح يعني هذه هزيمة للكل، والتي استغلتها العسكر، استغلوها للقيام بانقلابات باسم تحرير الأمة وباسم تحرير فلسطين، وهذا فاقم من الأوضاع العربية. طبعا لا نتكلم أن ما في إنجازات تماما، يعني نتكلم عن عبد الكريم قاسم فيه له إنجازات كبيرة، عبد الناصر له إنجازات كبيرة وغيره، لكن مو ضروري الشخص نفسه، لكن البنية نفسها، البنية جاءت بالعسكريين، والدول العربية معظم العسكريين يأتون من الريف، ومع نجاح الانقلاب يتم تريف الحكم، البلد، المدينة إلى آخر ذلك، ويسود شيئا فشيء الاستبداد. يعني كلنا الآن نعرف أنه في مصر ألغيت الأحزاب نهائيا، هناك في خالد محلين طالب ببقاء الأحزاب، لكن الشيء في معظمه هو أنه مع نظام حكم العسكر تراجعت الحريات، تراجعت التعددية، ولم تنجز هذه الوعود. والشيء الأخطر هو تأبيد الحكم، تأبيد الحاكم. طبعا عندنا أيضا انقلابات قامت فيها أحزاب مثل حزب البعث في سوريا، حزب البعث في العراق، أيضا بلدان استلمتها حركات تحرر كانت مناضلة في اليمن الجنوبي، جبهة الجبهة القومية، في الجزائر جبهة التحرير،
حزب الدستوري إلى حد ما في تونس، ولكن الذي حدث هو بعد الاستقلال شيئا فشيء الحزب المنتصر أمسك بالسلطة وبدأ يهمش أو يلغي القوى الأخرى، وبدأ عندك سلسلة الانقلابات داخل الأحزاب نفسها، يعني داخل حزب البعث انقلاب، داخل حزب البعث في العراق انقلاب، داخل الحزب انقلاب، وإن كان أحيانا دموي مثل ما صار في سوريا، مثل ما صار في اليمن الجنوبي، أو تصفيات إلى آخر ذلك. والقسوة في تصفية الخصوم داخل الحزب أحيانا تكون أقسى من خارج الحزب الانفراد بالسلطة. ظاهرة أخرى هو تأبيد الحكم، يعني احنا لما ننظر اليوم نعطي نماذج العراق هذه مع قيام الثورات والانقلابات، العراق حكموا اثنين البكر وصدام، سوريا الاسد الاب والاسد الابن، مصر ثلاثه عبد الناصر السادات حسني مبارك، الجزائر ثلاثه بن بومدين شادري بن جريد، واخر شيء بوتفليقه اربعه. يعني هذا الاستمرار معدل حكمهم، اليمن على عبد الله صالح 32 سنة، ليبيا 42 سنة. يعني هذه الظاهرة ليست موجودة في العالم الآخر، يعني لا أرى لها مثيل، ليست فقط. وطبعا مع الاستبداد التاريخي اللي في الذهن العربي واطيعوا منكم بشكل مطلق أو الخليفة والرعية، الدولة بجبروتها بإمكانياتها بوسائلها البطشية أصبحت تسيطر وتهيمن على الحياة في كل جوانبها. كان يعني في أيام الملكيات سيطر على الجانب السياسي، لكن الجانب الثقافي، الجانب الاقتصادي، إلى حد ما كان فيه هناك هوامش معقولة، يعني تعبير غير. الآن لا، شيء مطلق، يعني سيطرة مطلقة على الحياة السياسية. أمام فشل هذا المشروع الوطني والقومي اللي طرحته أنظمة الاستقلال العربية أو الأحزاب العربية أو الانقلابيين العرب، من الذي ماذا بقي؟ الخيار الإسلامي اللي يرجع للخلف. ولذلك رغم أنه مثلا في مصر رغم كل الذي جرى وسيطرت وجروا ثورة 23 لم يستطع إنهاء الإخوان المسلمين، بالعكس، يعني مو بالعكس، على الأقل حافظوا. نفس الشيء في سوريا، نفس الشيء في العراق، نفس الشيء في إذن. وشيء آخر هو أمام دولة الفئوية المستبدة، أن من المواطن يبحث عن هويات فرعية، يرجع يعني حماية قبيلته، حماية عائلته، ولو في الجوانب الاقتصادية على الأقل هي التي ممكن تؤمن له. هني بدأ تشرذم التراجع الكبير في الهويات الوطنية الإقليمية خلنا نقول أو المحلية، والتراجع في الهوية القومية الجامعة، وانتعاش الهويات الفرعية وعودة الأفكار القديمة. ولذلك الحركات التكفيرية الحين اللي طلعت مؤخرا وغيرها، طبعا هي ما أتت من فراغ، أتت من تستند إلى التراث الاستبدادي العربي، وتستند إلى مقولات دينية، وتستند إلى أنها تشكل بديل. ولذلك هي لم تأتي كبديل تقول دولة إسلامية وطنية، يعني لا القاعدة ولا داعش ولا حتى النصرة، ولا جاءوا يقول لك القاعدة في بلاد المغرب العربي، القاعدة في الجزيرة العربية، القاعدة في بلاد الرافدين، القاعدة في سوريا، في بلاد الشام. وعلى أنقاضها جاء داعش أيضا لتطرح دولة إسلامية، تطرح أن دولة إسلامية لا تعترف بالحدود، لا تعترف بالسيادة الوطنية، هي امتدادها على ليس فقط الوطن العربي، بل هي تطرح نفسها في الباكستان وفي الفلبين الآن، طلعت داعش والقاعدة. يعني هذا إعادة الخلاف الإسلامي بطريقة أخرى. أنا في اعتقادي هذا موضوع طبعا معقد لا يمكن اختزاله بسرعة، ولكن في اعتقادي بأنه التاريخ العربي الاستبدادي العربي الإسلامي مكون أساسي في البنية الذهنية لأن نحن كعرب، و فشل دولة الاستقلال عامل ثاني، والانقلابات إلى آخر ذلك فشل الثالث، هو الذي خلق الأرضية المناسبة. فإذا هزيمة هذا المشروع ليس فقط هزيمة عسكرية أو أمنية، يحتاج إلى هزيمة فكرية تعيد صياغة للشخصية العربية أو تعيد طرح النهضة من جديد، أن نهضة هذه الأمة
يجب تكون من خلال الطريق المدني وطريق الأولويات. لا نقفز نبغى نوحدها في ضربة واحدة مثل ما يسوي القذافي ولا بل بالبناء التدريجي. وكثيرين تحدثوا عن يعني يمكن احنا بعد بحاجة الى ديمقراطية توافقية، لان اذا نسوي الان ديمقراطية الأغلبية حاليا الأغلبية ستضطهد الأقلية. وشكرا لكم.